أهلا وسهلا أهلا وسهلا، وسامحوني بنوع خاص رجال الدين المسلمين. يعني كل واحد يا أخوتي بيغلط، وإذا ما غلطنا ما بنكون أحياء يعني، بس بنتعلم من الغلطة. وإذا في حدا مظلومين بهالعالم هني رجال الدين، لأن أنا عملت بنتي راهبة وابني خوري، انه اول ولد كان يخلق عنا صبي للدير والبنت لدير الرهبان. ما كان الدافع من المدفع الداخلي. فاذا اليوم مين عم بيعلم؟ يعني من الوف السنين مين عم بيعلم الدين؟ بياخذوا كلمه من بوذا او كريشنا او المسيح او محمد وبيعملوا منها سياسه وتجاره وترررررم، خلصنا وصلنا. فاذا الفتوى اللي راح نقراها اعتبروها ضحكه، انه تتشوفوا اذا ما هو غلط منين بدي اتعلم. بشكر التلي لوميير وبطلب من المنار، بفتكر قال مره حطوها كمان بالمنار، حطوا قصه القديس او المسيح فرانسيس، فرانسيسكو المسيح، دائما انت بقلبي وحياتك على التلفزيون الك تاع. يلي قال مسيح الله شرب الله كونوا الله. راهب أنطوني حليم أبي عبد الله، كتاب بقلبنا فيك تجي تقراه، ما لم يكتب بعد عن الحرب في لبنان. جمع اشياء حلوة كتير صارت عند المسيحية، عند الدروز، عند السني شيعي كاثوليكي ما بعرف، حطهم بكتاب جميل كتير. ومنهم في مسلم قتل المسيحي، من المسيحي قتل مسلم، راحت أم المقتول عند أم القاتل قالت لما نقتل ابننا مرتين يا حبيبة قلبي، أنت أم العذراء وأنت أم المسيح. فإذا اللي رح أقراه هون حتى نشوف إنه استفتي قلبك، قال محمد ولو أفتوك. رح أقول للحبيب، لأن إذا قلت محمد بخاف كثير من أمة العرب، لو بتشوفوا قد عندي فيض وكرم من الله هو باللغات أجنبية، لأنه بالعربي مع إني بالكتب بحط اللي بدي إياه، وبالبيت أكثر وأكثر. بنعتذر من إخوتنا كلهم، مشايل حتى لسان وبلوى ومريم أكثر. قبل ما أقرأ الفتاوى، بلشوا هلأ بلبنان يجي كتير ناس إنه أنا بعالجك بالسمك وهديك، أنا بعالجك وهديك، بعرفوا بشو بيعالجوا، ما تروحوا لمطرح أبدا. في حدنا بالأشرفية في كتير، قلت لي بس هيدا مدام مشان العرب عندهم هون تلت بنيات، هل بنيات؟ قلت له هالسمك اللي عم بتعالجي فيه هيدا وصلك لهون، وشو في ورا هالأوضة هون؟ هيدا كله بسبب الكبت يا أخوتي. نقعد نقرأ كتاب الجنس أو any other book in English it's much better even، يعني إنه تقدروا تقروا وتحترم هالجسم، نحترم هالمقام، نحترم محراب غرفة الحبيب والحبيبة. من الجنس إلى الضمير الكوني، بدون الجنس انت وانا ما خلقنا، بس نحن خلقنا من الجسد، هن من المقامات السبعه والاعلى من اي علو وغلو، نور من نور ما جمعه الله. فاذا كل اللي عم بيعالجوا بالطب الطبيعي بلبنان اتحداكم، اذا حدا بيسترجي يطلع معي تفضل، ما في الا ميشيل حتى ولا طبيب. أنا جيت وصدقت إنه في أطباء وبالسعودية، كلكم كلكم يعني كلهم يعني كلهم، اثنين ثلاثة بمصر وبالمخفي عم بيقولوا إيه معك حق. بالأردن في اثنين قالوا له رح نخزق شهاداتنا. بالعراق يا حبيب قلبي عرفان وجوزة، بنعملك وزيرة صحة بس اسكتي، لسانها بلوي أكثر من لساني. قالت ما بدي، كله هيدا كذب، جرثومة الوزير والخنازير والتطعيم. من حوالي 60 سنة بيير الدكاش قال ما تطعموا ولادكم. من 50 سنة جا التطعيم، كتار من ولادنا انشلوا بالحرب الغبيري بالمنطقة. رو فاكسينيشن، العربي بس يقرا بيوعى، ما بيقرا يا اخوتي. مجلتنا كلها منحطة، ليه؟ لأن عندنا كبت جنسي، كل الوقت بس بدنا الهيدا الهوت دوغ والواوا، هوت دوغ وواوا هون، هوت دوغ وواوا هون. أنت عم تحكي بيعتوق. كله معمول، الفارة اتس فاجينا، كل شيء
هلأ المطار اللي عم بيعملوه للملك عبد العزيز في جدة، ما رح أقولها لأنه بيعملوا بيب بيب. يا عبد الله أنت خادم الحرمين، انتبه، هالمليارات اللي عم نصرفها بده اسم. وبعدين شو هالرمز تبع هالمطار؟ ما العلم دغري كشفها. شو هالرمز هيدا أكبر برج؟ العلم كشفها، بس ما بتقروا، ما بدكن. اللي بيفهم سكروا الباب عنها، هيدي خطرة مريم نور. ما زي لو وحدة يلا بكلبي وبتعوي وحدة، الكلب أحلى مني وأفهم مني. الكلب بهز ذنبه عن صدق، الوزير بهز لسانه عن كذب. بجامل هيك. وأهلا سعادة الوزير السابق واللاحق، يا عيب شو؟ وعلم آدم الأسماء، هالألقاب مطب، ولا بيت في التلاقي عملت لقب أبدا. فإذا كل الأطباء واللي عم بيعملوا الطب الطبيعي، اتركوا إن الطبيعة هي أمنا، والنخلة عمتك، وأمكم الأرض، ومن كل شيء ذكر وذكر وذكر وأنثى، نينيتنا هون ذكر أنثى، هون ذكر والأنثى قد بعضهم. مشان هيك عمتك أنثى، أمك أنثى، طاقة صعود اتنينهم. حطوا هالعلم. محمد كيلاني، موقع بيت الله، مريم نور، بالإنجليزي بي سبيس، لأنه هلأ بلشوا الأجانب كتير يفوتوا على بي سبيس. هلأ بدي أقرأ هالفتاوى واعتبروا ضحكة ونكتة، ودايما هيك، مش بس عند المسلمين، عند النصارى كمان، وين ما كان في خوري بيعرف وخوري ما بيعرف، وراهبة بتعرف وهيك ما بتعرف، وانت بتعرف وأنا أبدا ما بعرف، ما بعرف ما بعرف ما بعرف. صدق أو لا تصدق، لقد وردني هذا الإيميل ويقولون إنه حقيقة. أنا سألت وبعرف كم واحد منهم، وواحد منهم يلي هون وما رح أقرأ أسميكم أبدا، كنت مرة بقطر رح أقولها، حط إجريت لكم كيف، وقاعدين على الكراسي هيك، وفي وحدة هيك محطة على الإجرة هيك مطي إجرة، وهو قاعد عم يحكي هون الشيخ، كيف شاف إجرة هالمرأة؟ على شو عم تطلع؟ وبعدين سب اليهود بالنصارى. يا خي قلت له انا يهود وانا نصارى، والقران لليهود وللنصارى، كيف هيك عم بتسب؟ وتجوز بنت عمرها 8 سنين، قال لا الحبيب محمد. يا خي رجل قوام، هو الوحيد، اتحداكم اذا بتفهموا شو معناتها، بلا وضوء شو عمل؟ ليش كان عم بيموت عند ستنا ميمونه؟ قال لهم خذوني عند عائشه، خذوا نصف دينكم من هذه الحميره، شعرها مبين. بس ما في علم، عشان هيك برا نو عربس نو مسلمز. العلم عن محمد وعلي، باب ومدينه، سميه شو ما بدك، زردشت كل الاسماء لهم، باب مدينه باب، هيدا هو العلم. واللي ما في يدخل من هالباب ما في يطلع. الباب ومحمد هون، سميه حط اي اسم اللي بدك اياه، هيدا الباب وهيدا الويب بتفوت من هالباب. فإذا نصدق أو لا تصدق، أنا بصدقهم لأني شفت منكم كثير وفتويكم، خصوصي اللي عامل حاله إنه هو عنده مدرسة العرفان، بيحكي فرنساوي وبيلدغ بالآغ. قلت أنا هتشوف. قال لي ليه ما بتتحجب؟ قلت له ليه بدك تحجب؟ قال لي نحن أهم شيء عنا إنه نحجب هيفا وهبي وكل البنات والنسوان، وبنوع خاص أنت. قلت له افهمت، هلا اتحجبت. قمت فلقت له بتحجب عن الجهل اللي أنتم فيه. آخ صدق أو لا تصدق، ولكن وردني هذا الإيميل ويقولون إنه حقيقة، ولكن برأيه إنه من تأليف بعض الفكهاء وأهل النكتة، فاستمتعوا واضحكوا، وإلا عليكم أن تبكوا. حتى ما تبكي يعني موجودين كثير. سؤال فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم وجاءتني فرصة للسفر على متن طائرة تحلق فوق بلاد الكفار وتحت بيوت يشرب أهلها الخمر ويمارسون الفحشاء، فهل أنا في هالحالة مذنب؟ الشيخ أبو دقن، عليك يا بني أن تتحدث مع الكابتن الطيار وتطلب منه أن يتجنب الطيران فوق بلاد الكفار. يا أخي عم بتطير هيك، طير هيك، ضروري تطير فوق بلاد الكفار. وإذا كان مضطرا فعليه أن يحاول الطيران فوق تجمعات المسلمين، وهذه طريقة سهلة، فمآذن المساجد مرتفعة ويمكن أن تكون دليلا للطيران الشرعي الحلال. إن شاء الله ما تكون هلا هون، هاتيني ورقة. هلا سؤال،
الطيران وين في حلال بتطير، بس تحت الحرم هو كلهم بيشربوا خمره يعني. بالسعوديه ما في خمره هونيك، بس كل ممنوع متبوع وكل محجوب مرغوب، والخمره مش بس موجوده بالاكل بحفاضات الاطفال، وين ما كان في خمره اليوم، بالمي بالهواء بالتنفس. وحلل الله مرتين بالقران الكريم، وقت اللي اجى عبد الله لعند بيه قال له يا والدي انه سكت، قال له سمعني، راح حكي. مشان هيك سمحوها ببلاد الشام ببيوت النصارى، محلات النصارى ردوا لهم خمره بالخماره واعتذروا منهم، شيلوها من عند المسلمين. هولك بيفهموا ليش المسيح، خذوا اشربوا هذا هو دمي. وقت حطوا خمره عرف شو عمل، كانوا مي حط ايده بركه قدام الناس، كل شيء حولوا خمره للمسيح. وين ما مشي فتح كنيسه، ما بده معبده هيك. قال له انا وحدي، انا اعمل سكرتيره واحيانا اكون مع مديري في غرفه واحده مغلقه لوحدنا، فما هي الحكمه يعني وحكمك؟ هل اكون مخطئه؟ وما الحل لتكون خلوتنا حلال؟ الشيخ عليك أن تقومي بإرضاع مديرك من ثدييك 3 مرات وبحضور زوجك، عندها تكونين كوالدته وبحكم الأم، ويحق لكما شرعا الاختلاء دون إثم في أي مكان مغلق معا. يا خي قلت له بمصر، لو واحد من اللي بيفهموا بيفهموا أبو دقون، قلت له هون في شي 100 مرة بس 6000 رجال، يعني شو بدها تلحق هالمرة؟ كل النهار والليل بدها تقعد ترضع، يعني ما عندها شغله الا هيك، وبده جوزها يكون حاضر. شو هالفتوى؟ هاي فتوى فتنه؟ ما بعرف. قال اذا واحد طلق مرته بده يرجع ياخذها لازم واحد تاني ينكحها. يا خي ما هي عم بتصير بلا ما تطلقها وتتجوزها واحد تاني. تعال شوف بلبنان، يعني انت تكوني على مود مدام بدك تكوني تري شرمانت وهيك، والحديث يعني كم واحد ومين اني وفلان وهيك. في مره حلوه كثير عندنا بالحي كانت عم تشحد هيك، وفي قهوه معروفه، ما فيني اقول لكم هيك بنت جميله، قلت له عم تشحدي؟ قالت لي لهي الوزير اللي جوا. ما صدقت جد. درسوا علم الفراسه قد ما تعرفوا، بتضلوا ما بتعرفوا بس بتشوفوا. خبرتكم مره جيري ولدك، طلعت بالوجه وقلت لها الكلمه، قالت ايه مش ابني ابن جوزي. قالوا دي بارادي في سعد سنت زبري بتشغلوا. قال لي واحد لليكي بنتي وابني صحيح هودي، قالت لي ماما عارفه يا تيتا. قال لي بس هون بالبنايه في كثير من الخليج يعني هودي عرب بس لهو، وبدفع بالكنيسه 200 دولار بالشهر. لهون وصلنا. نعم هذا في زمن برؤيا يوحنا بالإنجيل بالقرآن بأي كتاب عنده تقروا علامات الساعة. هلأ سيأتي زمان ما بقى في أوطى من هون، هلأ وقت بدنا نطلع خلص كيرف، بدنا نشوف الحقيقة لأنه أوطى من البزقة على الأرض ما بقى فيه. أنا مسلم تقي، تقي يعني حرام عنده كل التقوى، وأحب السباحة لكنني أخشى أن أسبح في مكان تكون قد سبحت فيه من قبل فتيات يرتدين الميهات، فهل المياه التي أسبح فيها تكون نجسة لأنها اختلطت بعورات الفتيات؟ يا لطيف شو تقي وشو بحب يفهم، يعني إنه شو هالمدرسة بتعلم هالولاد؟ مين هالأم والبي؟ أي كتب بيقرأ؟ شو منقلهم لهالولاد؟ كيف بنسمع لهم؟ شو عندنا جواب؟ ما بقى في أمه بي أخوتي ابنك مش ابنك، قال له ليش؟ قال له تعشيت عند فلان وماله حرام، خدت نطفه حرام وزعته بزوجتك. ولادنا ولاد المطاعم، هلا انا باكل بهالمطعم وجوزي بهالمطعم، اذا جوزي بيجي الولد بيشبه الطباخين، ما بقاش بقى امه بيو. فاذا هو مش ولادنا، ما بقى فيك تقول هيدا ابني، ما حدا بيشبه حدا. مثل ما قال لهم زياد الرحباني، قال له ضروري هالصهريج يعني يوقف قدام بيتنا، حطي نص عندنا ونص عند الجيران، ما ابنك راسه مثل راس الصهريج يا سوريا. هيدا حياتنا هلا، ما بقى في هيدا بده يسال يعني شو بيجاوبوا هالفهمين. هيدا مهم هالشيخ، ما رح لكم اسمين. عليك يا ولدي ان تكون متفهما، ولدي انه مجامله، متفهما للظروف، فاذا كانت المياه جاريه فالسباحه فيها حلال. هيدي لانه
جارية. أما المياه الراكدة التي تظن أنها أجساد عارية وناعمة، ويحط له كلمات، سبحت فيها من قبل هذه الفتيات الجميلات، وبيقول لك إذا شعرهم هيك يعني فهمكم في، فالاقتراب منها حرام. خيلي خلص أعطاه وصفة، يعني هيدي وصفة دينية بالبركة، هيدي بركة يعني ما فيها بركة، يعني هيدي المي فيها راكدة. هلا بأمريكا بتعرفوا ولاد صغار والكبار بيبقوا ما فيهم يهدوا، بيعملوا بيبي دغري، بحطوا أدوية لحتى اللي يعرفوا إنه أنا اللي عملتها أو فلان أو فلان. هلا ما بقى يسترجوا يتسبحوا. مرة واحد من أغنياء الأمة العربية عملها، بس ما استرجوا قالوا له شيء لأنه صاحب أبراج. يا جرب العرب وين وصلنا، برج وجرب. سؤال: صديق لي يبلغ 30 من عمره، وقد أراد الزواج من فتاة قيل له بأنها في 20، فلما تزوجها اكتشف أنها في 7 من عمرها، فهل يطلقها أم يحتفظ بها حتى تحيض؟ الشيخ، وهذا مهم الشيخ، وأنا بهدلتك. قالوا لي هذا أنه اسمه هيك، قلت له يا أختي هذا رجال بيغلط مثلنا مثل غيرنا. قلت له أنت حيض الجهل، كيف بتعمل هيك؟ شو هالكلام اللي عم تحكيه؟ حتى على جنب يعني انه اذا كان قد رآها رؤيا العين وظن انها في 20 ثم اكتشف انها في 7 من عمرها، فالاثم يقع على ولي امرها لانه لم يجعلها ترتدي ملابس الاطفال، واذا كانت منقبة ودخل عليها فعليه ان يسأل اهل العلم. يا اختي ممنوعة دينيا واسلاميا، وجها لوجه بتسألها. مرة اجت وحدة لعند الحبيب وقالت له أنا بحب عبد الله، قال لها قولي له زوجتك نفسي فهل قبلت؟ قالت له مين الشهيد؟ قال لها صدقك وصدقه، ما في لزوم تقروا الفاتحة. شو كان في قبل الكلام؟ قلنا 50,000 سنة بنحكي بس. وقال طلع بالبال. بعدين اجى بلال قال له رأرحنا يا بلال، ولك بتحديكم من حرقة قلبي إذا حدا بيفهم، ما بدي لكم بقى الصرمية، صرميتي بتفهم، بتمشي انا وياها، ما عندي غيرها بلبسها سنين، صار في هيك بيني وبينها بقول لك انت يا صرميتي. بس اليوم القيمه بالحرميه والصرميه يلي بتطرطق هي وعم تلبسها هيك، وبتطرطق الحق على الباركي وبتلبس الصرميه، في صرميه حقها بالجينيس بوكس 50 مليون دولار، ومين اشتراها لمين؟ والميو 50 و60 مليون دولار، وسترينج، هذا كله كبد جنسي وصلنا لهالجهد. احترموا اول مقام، اول خطوه بالرحله هي كل الرحله، احترموها. بالقبائل ابدا ما في كبد، ما في تياب عريانين. انا رحت استحيت من جسمي بس شفت اجسادهم، طلعوا فيي قالوا لي من ربطك مطرح ما بتموت بتندفن، بتضل الاجر هيك تقدر تمشي فيلتي، والايدين كلك مكفن، انت بس تموت تندفن. بس هن سبحان الخالق الصغار والكبار كل الاعمار، ما حدا عنده كبد، كلهم كيف الفراعنه، بس الفراعنه ما عندهم العلم، هو عندهم علم ما بعد الموت وقبله. الفراعنه تيضل يرجع يجي ياخذها هالجسر، لا بيرجع من جسر الى جسر الى جسر حتى المقر. شو هالفتاوى؟ بسببنا هالكعك من هالعجين؟ هيدا الشيخ ابني، انا ربيته هالتربيه الناقصه لاني انا ضحيه اهلي، وضحيه اهلي احضر. خلص يجب ما قبله، خلصنا، سامحونا وسامحوني وسامح امي وبي واخوتي كلهم، بعيش حياتي بعرف انه عملوا اللي بيعرفوه. انا اعمل في رقابه المطبوعات، واحيانا اقرا روايه فيها حديث عن امرأة سافرت دون محرم، فهل أنا آثم وينبغي علي ترك العمل؟ شوفوا لوين عنا جهلي أخوتي، كيف بده يعامل مرته وولاده وأمه وبيه؟ كيف عايش؟ كيف عم بيعامل نفسه بهالخوف بهالجهل؟ وهيك أكتريتنا بأمة العرب بننتمي لهالفصيلة المفصولة عن التواصل بالعلم وبالرحمة وبالمحبة وبهالنور وبهالحقيقة.
وفيك انطوى العالم الأكبر وكلنا خلقنا أحرار. وين هالحرية؟ نقطناها. قال له الشيخ: عليك أن تتصل بكاتب الرواية وتطلب منه تغيير الجملة إلى امرأة سافرت ومعها محرم، أو يضيف كلمة آثمة وتلعنها الملائكة. وإذا لم يستجب الكاتب فعليك أن تستقيل، لأن أجرك حرام من هذا العمل المخالف للشرع. شو يعني المرأة مع محرم؟ وقت اللي خلقت من ضلعه، صدقتوا أنتوا بهالرمز؟ فوتوا بكتاب نحكي بعدين، ويلي منعوه يفوت على أمة العرب لحوا بإيدي على الموقع هون. فوتوا على مكتبة اسمها أوشو سيركل فاونديشن ويبعتولكن إياه بالبريد بفوت. إذا مش أهم كتاب من أهم الكتب يلي بتحكي نعم عن إسراء ومعراج، وليش وكيف الحبيب جاب أم أبيها. يا حبيب قلبي أنت بالعلم جينيتك انجينيرينج، وكل اللي عم بيحكوا من جاجي لهيديك لكل هول بيجوا على لبنان كلهم بياخذوا كلمة من أوشو من ديباك تشوبرا. يا عار العالم أنت، ما أنا شفتك بس لأني كنت مع بنت الملك بهدلته. قال لي رحت بطيارة خاصة جبت $1,000,000، هودي العرب جرب بسرق لهم مصرياتهم. هيدا كلكم هيك من لويز هي لكلهم نكروه لأوشو وقت اللي فات على الحبس. الأول عم يستفيدوا من شهرته، دايما هيك هيك عملنا بكل مستنير ننكره، هيك عملنا بالحلاج كلهم رجموه. ولما رجموا شبلة قال له أنت يا شبلة هني مش عارفين أنت عارف، وضل يبكي شبلة تمات. وهيك المسيح قال له اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ليش عم تطلب الغفران؟ ما الله غفر لنا لأن احنا جهل عنا. اللي على اليمين اعترف قال له أنت معي الآن، بس لما قال لتكن مشيئتك هونيك صار الألوهية. لتكن مشيئتك من بعد ما اعدل وتوكل ومرق بالجلجلة. علم واسع وبسيط، كل واحد منا مسيح. أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر. بشو ممسوحين هلا؟ ممسحة مين؟ طال عمرك طال لأنه معه مال ورجل أعمال. طبعا مين بده يحترم أنت مريم نور ما عندك رجل أعمال؟ كيف كانوا الخلفاء داخلكم؟ حقهم يقولوا الخلفاء كذبة وأسطورة. هيدا من الكويتي الخرافي مدري شو اسمه، واحد غني كثير بعطولي صوره كل هالاموال اللي عندك بكل هالأمة العرب شو عملت؟ شو دفنك؟ بالاخير كلكم تحت التراب كلنا، بس من التراب الى التراب، مش من العذاب الى العذاب، ومن الذنب الى الذنب. انتبهوا، مش من الذهب الى الذهب. بتروح جيت عريان وبتروح عريان، بس شو اخذ معك يا انسان؟ أخ صديق لي يبلغ 30 من عمره، طبعا هيدي إني أنا أعمل في رقابة المطبوعات، قال له شيل حرام محرم، بدها محرم معه غطيها بحرام. ما هي اللي خلفته لهالرجال، لو ميها كان في رجال. خبرتكم مرة كنت على التلفزيون ما بقى يسترجع حدا يستضيفني، تلفن واحد على الهواء قال لي انت لا تستطيعين ان تتكلمين عن الدين. قلت له ليش يا شيخ؟ انت شيخ؟ قال لي ايوه انا عالم دين. وانت لا تتكلمين، انت حرمه وما عندك دقن. قال انا ما عندي دقن. وقفت قلت له لحيتك اللي ايش حالك فيها خرجت من لحيه حرمه ودليته. وين لحيه الحرمه؟ بس عبالتي لشو دليتي؟ قلت له لانه حمار واعمى وبالغ فكر حاله الان عنده دقن. قال بيحكي بالدين، لا دينك بيوفي الدين ولا ديني. اسمعوا زياد الرحباني. لي زميل في الجامعة غير مسلم وقد استعرت منه كراسة يعني كتاب هيك المحاضرات وسقطت فوق سجادة الصلاة، فماذا أفعل لكي لا يغضب الله علي ويدخلني نار جهنم؟ يا حبيبي عال الله
اللي بده يغضب صرنا بدنا نحن نشبه الله، الله بيشبهنا رئيس بلدية يعني. أنا بحب الله صغرته والله زحلي، اتنيناتهم صغرته وزحلي بالزين، واتنيناتهم مهضومين، واتنيناتهم بيسبوا. ما فيني إلكم شو مهضومين، عدوا مع سليمان الفرنجية هو وجده كانوا هيك مهضومين. الشيخ يلي كمان مشهور، لا إثم عليك إن شاء الله إن سقطت كراسة محاضرات زميلك فوق الطرف الأيسر للسجادة، معلق. أما إذا سقطت في وسطها أو أيمنها فينبغي أن تغسلها 7 مرات، وإذا كانت صينية الصنع فغسلها 10 مرات واجب لأنها شغل الصين. قال لهم خذوا علمكم لو بالصين، في مجرة اسمها الصين، وهالمجرة اللي اسمها الصين هي نفسها اسمها هيك، مشان هيك عندنا جبل بلبنان اسمه صنين بلغات كثيرة، جبل الحكمة. ولك أتحديكم كل أمة هالعرب إذا في حدا بيفهم استرجع هذا يحاورني منكم. وإذا كانت صينية الصنع فغسلها 10 مرات واجب، أما السجاد المصنوع بأيدي فتيات لا يرتدين القفاز فينبغي إحراقه. لازم تلبس الكفوف. كل الاكل اليوم يلي عم تعملوه لابسين الكفوف، مثل هيدا التوب مدري ايش اسمه على الالبسه، لك البسه لك تعروا احلى يا عار العالم، بس تنجيب مصاري. يا بيير الظاهر انا بشكرك يا خيي، اول شيء لانك ما عم تعملوا بقى دعايات للدخان، ولا بدكم دخان، معك حق، هي أول خطوة عملتها منيحة والباقي أتحداك. كل اللي عملتهم يا عار العالم، كيف فيك تنام؟ وغازي كنعان طلب منك هالخدمة وأنت وسيمون الأسمر قلتوا نعم. حط لي نص ربع برنامج أو شي وحدة تطلع مستورة شوي وتكون عريانة وصادقة، مش شبه لابسة. هذه كل محطاتنا منحطة، برامجنا كلها منحطة هون اللي وصلنا لهالانحطاط. شيلوا هالحيطان بقى، حدا منكم يكون عنده الجرأة ويحط حضرة، ما رح لك برنامج برامج كلها منحطة، حط حضرة. ما زالك فكرت ما بدك دخان انه عملت خطوة يعني؟ شو هالبرامج هو؟ كلكم لازم تعرف سكسولوجي ليبيدو، ولازم يجي هالطبيب الدكتور هيك اللي هيك، وبتجي هيديك لابسه حاطه وردي هون، وهديك الطبيب يحط. ما انا بشوفكم عند جارتي بفقس هيك، انا ما عندي تلفزيون. هيئة بس ما بيفتحوا، بحضر مريم نور وشرب الخليل وما تبقى. كله ما في دليل، كله للرحيل مش للتنزيل. حطوا بديل بقى. أنا فتاة ملتزمة وقد رأيت في منامي أنه شابا وسيما احتضنني بقوة وابتسمت له، فكيف أقوم بالكفارة عن ذنبه؟ الشيخ هذا مهم كثير، هالشيخ ما فيني أقول لكم اسمه بس خبرتكم عنه شو عاملين له متاحف ومدري شو. الذي احتضنك في المنام هو الشيطان نفسه، شو عرفك؟ أما ابتسامتك فتعني رضاك عما حدث، لذا يجب التوقف تماما عن النوم. راح النوم، لازم التوقف عن النوم يعني، ما هيك تسهر معك لإلا يظهر الشيطان مرة أخرى وتطور الأحضان والقبلات إلى ما لا تحمد عقباه. وقد سمعت أحد مشايخنا الأفاضل يقول بأن الزنا في المنام قد يؤدي إلى حمل المرأة سفاحا، خاصة إذا كان نومها عميقا. في كتاب كتير مهم من كل كتب أوشو وميتشو مهمين اسمه دريم، How we do what we are dreaming، شو الأحلام، شو الفرق بين الحلم والرؤية، كيف مدام كوري كانت نامي قامت لقيت بخط ايدها، كيف بصير عنا سمبوليزم هيك بتهوس وسواس وهيك. هالاحلام اللي بنشوفها هي بروجكشن، نكون تعبانين كل النهار منلقط هيك بس ننام مثل ارخميدس
بالمي ارتاح، وقام عريان يوريكا 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 يوريكا، لقيتها 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 كمشتا. عم يفكر كيف السفينة ما بتغرق وأنا بغرق، كيف هالسمكة بتسبح وأنا ما فيني أنزل لتحت، كيف العصفور بيطير، مين عمل التيتانيك ومين عمل نعم السفينة نوح، ليش هي غرقت هي ما غرقت. فإذا ننتبهوا الأحلام هي بروجكشن، هيك استفرغنا، بس الرؤية إذا بتشوفها أنت ومفتح عيونك وأنت ومغمض عيونك، كمان في رؤية أنت مفتح عيونك بتشوف المسيح لأن له صورة، بس في رؤية أنت مفتح عيونك بتشوف الحبيب بتشوف الإمام علي وبتشوف الحضرة وبتسمع وبتحكي وبتشارك، وأنت مفتح أنت مغمض لأنك مش أنت بقى، صار الساجد عم بيشوف مع المسجود للواحد الأحد، أنت توحدت هون، بس ما فيك تحكيها لأنه كل ما حكيتها بتلاقيها ضعيفة وسخيفة ما فيك تقولها. مشان هيك علم 99 وبعدين 100 لا تقال، بس الناس بتشوفها يمكن بوجه الأطفال بوجهك بهالطبيعة، بتشوف إنه في شيء. الكتاب خير جليس والصديق يلي هو كمان عنده هالكتاب، أنا ما بقرأ إلا أوشو لأن أوشو أوركسترا، وقالوا لي عم بينباع كتير بلبنان وبالعالم العربي، وهيدا كان دوري إني إجي على لبنان وانشر هالكتاب، وهيك فير الظاهر وعدني وقت علو الغاز كنعان وكان حاكم هالأمة وهيك، وقالوا له إذا حكيت الجمعة الأحد ما في حدا بالكنيسة هالقد بس يحكوا إنه ضعيف يعني جبران، هيك قال لهم خذوا مسيحكم أعطوني مسيحي، أنا لا تاخذوا لا تعطي، يعني ما بطلب من حدا أي طلب مادي معنوي شو ما كان، أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي، ماشي كون أنت صادق مع نفسك بس. اليوم فكرت حوالي 3 ساعات مشي من بيتي لهون، قلت بدي اجي مشي وبرجع بمشي لانه ما بعرف شو صار فيي جمعة الماضي، هيك شغله صارت وما لها علم ولا شيء. الله قلت اذا هلقت خطوتين 3 صغار كيف اذا مشيت اكثر؟ بعدين عرفت شو عم بيصير اليوم، بخبركم بكره يمكن ما في وقت، مشان هيك ما بقى اطلع بجزدين الا واحد صغير، وقريبا رح احمل بس بجيبتي لحد مفتاح الباب، بس مفتاح البيت يمكن كم ليره لاخذ تايتسي، بحبهم انا بعيش معهم كثير لهالمعاقين وبلاقيهم انا المعاق قدامهم. فاذا انتبهوا الاحلام والرؤية الفرق كبير، الرؤية عم بتشوف انت في ظاهر ومظاهر بنحكي فيها أكتر، والعلم موجود والكتب موجوده، واليوم عنا انترنت بكبسه زر، مشان هيك بالإسلام صورناكم بالأرحام، بس حدا وقفني على الطريق فيني اتصور معي؟ صاروا يعرفوا بتسبك وبتبهدلك، ما عندي أبدا تهذيب اجتماعي ومني بحاجة إلى أي مرشد، عندي المرشد وعندي البدية ما بدي حدا أبدا، مشان هيك ديليت وبلوك ولا تليفون، أنا وعلى البرنامج الصبح بدق كثير التليفون وحاطة ما حدا يحكيني إلا من 7 لـ 8 بتوقيت بيروت، شكرا. وبيكون بس يشوفوني على التلفزيون بصيروا يتعلفوا. الموسيقى هي مزامير الشيطان، هي السؤال. وأنا كنت أطل من نافذة بيتنا فرأيت عرسا أمام المنزل تنبعث منه الأغاني والموسيقى والمعزوفات، فهل يجب أن أتوضأ مرة أخرى؟ الشيخ، وأنا بعرفك هذا الشيخ، إذا كانت مزامير الشيطان كمانا وعودا وجيتارا فمن الأفضل إعادة الوضوء، أما لو كانت الطبلة تشبه الدف والعرس على مسافة 50 متر فلا حرج في الصلاة بنفس الوضوء السابق. ما أنا أعطيتك كتاب تقرأ وقلت لي إيه هذا حقيقة، بس إذا الناس ما تعرف هيك الحقيقة يعني شو شغلتي أنا؟ ما بيعود عندهم شغل رجال الدين. هل هناك جن يجيدون التعامل على الكمبيوتر ولهم مواقع على الانترنت ويدخلون المنتديات بأسماء خفية؟ السؤال الشيخ. الجن يعرفون كل ما يعرفه الإنس، وهناك عفاريت أكثر مهارة من بني البشر في التعامل مع الانترنت، وقد سمعت أن عفريتا قام ببرمجة الخطة 50 للحكومة، وبغض بعض العفاريت يفضلون أجهزة الماكنتوش، ملنا دعاية الماكنتوش، ماكنتوش هنا،
لذا فعليك التأكد من بريدك الإلكتروني لمعرفة إن كان المرسل جن أم إنس. يا أختي، الله خلق الجن والإنس، كلمة جينز وجن وجنة حلوة كتير، جينيتك انجينيرينج بلغات كتيرة. وهو هالشيطان أو هالجن مثلي ومثلك عم بفتش على الجنة، عم بفتش على الله. هون الميزان رفعوا بالإنسان، خلق الخير والشر وقال لك أنت المختار، أنا ما بقدر أمرك. الله أمر الطبيعة وكلها كلها تكون predictable، بأمر من الله بتعيش، كلها بتتناغم مع بعضها، كلها اجت تتخلف، البذرة بتصير شجرة. ولكن الإنسان عنده هالحرية، رفع فيك الميزان، بدك شر أو خير، من الضالين أو من العارفين، أنت شو بدك؟ قال له يا شيخ ولك بديشك قوي، كيف تركت هالدنيا ولحقت الله؟ قال له أنا القوي، أنت القوى، أنت تركت الله القوي ولحقت الدنيا، بديشك قوي. هالشيخ مهذب وعنده أخلاق، بيعرف يحكي، بيعرف كيف يسحبك. وهيك أنا عندي شيخ بحياتي، والأول كلهم يرجموا قاعد بحي كلهم دعارة وهيك وهيك، وفتح مسجد وهون اللي بدك إياه وهون اللي بدك إياه من كل هوديك. قال لهم ما أنا كنت معهم، عشان هيك بفهم لغتهم. يا حبيبي شو عنده حب، شو عنده أخلاق، وشو عنده رحمة معهم كلهم. قال لهم أنا مشان هيك معكم، ما أنا كنت معكم وبعرفهم كلهم هالطرق اللصوصية، ما أنا من هون شبعت منها وشبعت منها وهلا هون. ما بقى عنده أبدا شرح ولا أي في القرآن أو بالإنجيل، هو أحلى رقاص وأحلى بيغني وأحلى واحد هيك. ما فيني إلكم مسجد الفرح، والشيخ والخوري والأبونا كلهم عنده، واللي محجب ومش محجب، وفي مكتبة كتب كل شيء ما بدك فيه، منها ومنها 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 أبدا. بس بتحس إنه هو بيك وخيك وأمك والأمان والطمأنينة والغنى وكل شيء عنده، لأنه عرف يختبر. الاختبار سبق التعبير، المدرسة الحقيقية اسمها يويو، University of Universe، يوفو. هون الوجود بالأول بتعيش الامتحان، وإجا الدرس، مش درس وامتحان مثل المتايس اللي عنا، مقاصد، ما دارس، ما جامع، ما ساجد، ما طاعن، ما ما ما. فإذا الفتوى منك أنت من قلبك، هل قد بيفهم؟ ممكن الشيخ أو الخوري أو الرهبة المعلمة، أنت أنا، سامحونا. هل يستطيع زعيم طاغية أن يعتقل الشياطين ويضعهم في سجونه ومعتقلاته؟ وهل يكون سجونهم من نار أم من طين؟ لخيم هالحرامة، هالكعك من هالعجين، قاعدين بالقصور الحرامية المزبوطين الشياطين، قاعدين بالقصور، يا ما في أحياء بالقبور وأموات بالقصور. قال له الحق عمين؟ قال له الحق على اللي لقطوه، رح يلقطوا هيدا اللي قاعد فوق بالبيت الأبيض. لا، بيلقطوا لك شو واحد شهاد على الطريق، يعني بيقولوا الحق عليا لحطوه بالحبس. وقد اعتقلنا اليوم المعتقل جميعه هنا. قال له الشيخ، بنو البشر فقط هم المسحوقون تحت أحذية الطاغية، أما الشياطين فتعيش في القصر وتأكل مع القائد المهيب. بشكرك، وأنا أعطيتك كتب تقرأ وقلت لي معك حق، ولكن اللي بترجمون كلها ترجمة رجمي، عم بترجم من القاموس أيها الشيخ. شقيقي الأصغر التحق بكلية العلوم وبدأ يتعلم أشياء غريبة من الانفجار العظيم والمجرات وملايين النجوم، وفجأة قال لنا بأن الأرض التي نعيش عليها صغيرة جدا، وإنها ذرة متناهية تحلق في الكون وتدور حول نفسها وحول الشمس، فماذا نفعل؟ سؤال تلميذ. هيدي حقيقة، اليوم في إنترنت بتفرجيك المجرات كلها، هيدي ماشي، بعدوا تقروا بقى، بقى تصدقوا حدا. وهيدا عم يسأل، وهيدا مهم كثير هالشيخ، ما رح لكم اسمه. يجب إخراج شقيقك فورا من الكلية وإلحاقه بكلية الشريعة قبل أن يتورط في مزيد من الخرافات. فالأرض هي مركز الكون،
وهي أكبر من كل الكواكب وكل النجوم، وتقف على قرني ثور وتهتز عندما تعطس الشياطين. أما الشمس فتنزل في السماء إلى قاع البحر فتبتل، وعندما تشرق من الناحية الأخرى تبدأ ضعيفة حتى يجف البلل عنها. يعني شي بحزن وقت بنشوف هالفتاوى عند هالعلماء الكبار من رجال الدين ورجال الدنيا ورجال العلم. ما بقى بدنا رجال الدنيا ياخذ، بدنا علم ورثة الأنبياء، علم أهل الذكر، علم الصوفية. هالفتنة اللي عم بيعملوها الفتاوى مهضومة، ومنها بتخليك تشوف لا مش هالبديه. فإذا ما شفت العتمة ما بتروح عند النور. قال الواحد سؤال عم بيسأل: أعرف شخصا يعيش في النروج ويتحدث عن بلاد شمس منتصف الليل ويقول بأنها لا تختفي في الصيف ولا تظهر في الشتاء، فما حكم الشرع في هذا المجنون؟ في مطارح بهالكرة الأرضية ما بيشوف الشمس قليل، أوقات 24 ساعة بعتمة. عدوا درسوا الطاقة. The energy is us in us. بس هذا مخطوب مهضوب. وهذا الشيخ قال له للمسلم: أن تكون حذرا من هؤلاء الجهلة، فكيف تصدق أن الشمس تظهر في منتصف الليل؟ ولو ما بتشوفها، ما بنشوف هون الشمس بالليل يا خي، بتظهر هونيك بالليل. هوديك الكفار كذابين نافين. ثم أين تختفي في وصل فصل الشتاء إلا إذا انتقلت إلى كواكب أخرى تثير لأهلها، تنير ثم تعود بعد انتهاء مهمتها؟ قد ما فيكم يا أخوتي، أنا ما كنا نعرف إنه في ناس سود. البشر أول ناس إجوا على ضيعة بدوما، إجا هنري فرعون ومعه خدم وإجوا معه يخدموا، وبس شوفون أبونا إنه في ناس سود دقوا جراس، قال في شياطين بالبلد. هلا وقت بتروح وتشوف كل شيء انه هيدا صيني وهيدا ياباني وهيدا، كل يوم من الشبه 99، ما بقى في 40. بتطلع ببناتنا بقول شو بيفهم هاللبناني، يعني كيف بيعرف مني مرته بين هالنسوين؟ بيقول لها اللي مرتي تجي لعندي، تعال انت مرتي. قالت له ما بتذكر، اني كثير بحفظ وجوه. يعني اليوم وصلنا لهالمستوى. اعرف شيخا يقول بان المراه التي تجلس قباله التلفاز آثمة لأن المذيع يستطيع أن يراها وهي بملابس البيت، فهل هناك طريقة يا شيخ لتجنب الحرام في هذه الخلوة غير الشرعية؟ الشيخ: عليها أن تندسر مدرسو جيدا، تتدسر يعني تتلحف، وأن تجلس بزاوية 45 درجة حتى لا يلمحها المذيع أو أي ذكر عبر التلفاز. انتبهوا، ومن الأفضل شراء جهاز تلفاز بغير صورة تجنبا للوقوع في شرك الكفر. الله ينجينا من هالكفر يلي عم بيحطوه أهل هالجهل. بشكرك.